أتى وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقطعه النبي صلى الله عليه وآله أرضا، وقال لمعاوية بن أبي سفيان: اعرض هذه الأرض عليه واكتبها له. فخرج معاوية مع وائل في هاجرة شاوية ومشى خلف ناقته، فقال له: أردفني على راحلتك. قال له: لست من أرداف الملوك. قال: فاعطني نعليك. قال: ما بخل يمنعني يا ابن أبي سفيان، ولكن أكره أن يبلغ أقيال اليمن أنك لبست نعلي، ولكن امش في ظل ناقتي فحسبك بذلك شرفا.